احنا اللي كنأكدوا عليه أستاذ وهو العملية الاستباقية دائما تجهد هذا النوع من العمليات الإرهابية، دائما هناك عمل دؤوب، ولكن إذا لاحظتوا كما أشار إلى ذلك بلاغ المديرية العامة الوطني أن هذو كان عندهم نوع من التطرف السريع، وهذا لاحظناه في مجموعة من تجارب المقاومة في عدة دول استهدفوها عملية إرهابية، لأن الآن الإرهاب انتقل من المرحلة من 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 المسائل الكلاسيكية اللي كانت كتعتمد على الاستقطاب والفرز والتربية والإعداد ثم التجنيد أو الإفادة إلى القيام بعملية إرهابية. الآن عندنا ما يسمى بالتطرف السريع، أي أنه يمكن نغرر بك غير برسائل على الإنترنت، تدخل هذوك الدارك ويب لبعض اللي كيكونوا متطرفة وتقدر تتطرف. إذا هاد الناس هادو أعلنوا البيعة منذ شهر ونصف فقط وانتقلوا للعمل الإرهابي باش يرتكبوا العمليات ديال التخويف والترهيب. الحمد لله المصالح الامنيه لا الشرطه القضائيه بالدار البيضاء ولا المكتب المركزي للحرب القضائيه ولا العناصر ديال المديريه العامه للمراقبه الوطني تمكنوا من تحييد هذا الخطر. بالنسبه للمساله ديال الاستاذ مصطفى صفا، فعلا جميع معظم التنظيمات الارهابيه توثق العمل ديالها وكتخلي البصمه ديالها، ولكن هاد الناس هادو كانوا مخلين البصمه ديالهم والتوثيق ديالهم الى العمليه الكبرى. اي ان الشرطي اعتمدوه كما قلت لكم، كانت هناك اهداف متعديه القصد، وهناك اهداف متعديه القصد هو استيلاء السلاح ثم القيام بعمليات كتستهدف الابناك باش يحصلوا على العائدات الاجراميه، وعاد غيديروا عمليات اجراميه ارهابيه نوعيه اللي كان محدد لها مجموعه من الاهداف. كما كتعرفوا بانه انحصار تنظيم داعش وتنظيم القاعده في المعاقل التقليديه ديالو فرز ما يسمى بالاقطاب الجهويه، ومجموعه من الاقطاب الجهويه اللي انتقلت الى لبعض الاماكن الموصومه بتراجع او ضعف المستوى الامني. كتعرفوا الان بان منطقه الساحل والصحراء كتنشط فيها مجموعه من التنظيمات اللي تابعه لتنظيم الدوله في منطقه الصحراء الكبرى، وكاين جماعات نصرة الاسلام والمسلمين، كاين مجموعه من التنظيمات اللي هما النمطيه اللي تابعه داعش واللي تابعه القاعده، هناك مجموعه من التنظيمات الغير نمطيه اللي كتنشط على الشريط ديال الساحل والصحراء على طول. من المؤسف اننا كنلقاو بان اخر تصريح لابو عبيده يوسف العنابي اللي هو زعيم ديال تنظيم القاعده في منطقه الصحراء الكبرى او الساحل والصحراء كيهدد الدول الافريقيه فقط، وهذه المساله هذه كانت لافته وخلاتنا اننا نتعاملوا بحذر كبير مع هذا التهديد هذا، لانه هذا التصريح للاسف خرج في وسيله اعلاميه وفيه ينطوي على تهديد مباشر للقاره الافريقيه وسكان القاره الافريقيه. بالنسبه للمجهودات اللي كتبذلها المملكه المغربيه ممثله في المصالح الامنيه وطالعتها المديريه العامه لمراقبه التورط الوطني اللي كتنشط في خط التماس مع مواجهه العمليات الارهابيه، راه قامت مجموعه من قدمات مجموعه من المساعدات لعديد من الدول في منطقه الساحل والصحراء. الى رجعتوا تحييد الخطر المرتبط بابو عدنان او ابو الوليد عدنان الصحراوي ابو الوليد الصحراوي، راه كان بمعلومات قدمتها مصالح الامن المغربيه. ايضا تم تقديم مجموعه من المعطيات على مستوى القاره الافريقيه اللي مكننا من درء وتحييد مجموعه من المشاريع الارهابيه.